السلام عليكم. يؤسفني لما كنت عم بحكي من يومين بحرقة قلب، الناس تنتقد الكلام وتنتقد السلسلة وتنتقد المظهر وتقول لك شيعي ومرتد ولبناني وشو خصه. رح ارتقي عن هيدي السخافات، مش هذا موضوعنا. لما كنا عم نحضركم بحرقة قلب كنا عم نقصد وعم نعني. هل تعلمون ما معنى إخراج الزنتين كقبيلة عربية من طرابلس؟ يا أعيان الزنتين انتو، يا ليبي الكل، انتو بتعرفوا شو معناه تايدي اخراج القبائل العربية وتهميش القبائل العربية مثل ورفلة اللي تعد بالملايين وطرهونة وقبيلة الزنتان والقضاء على ورشفانة وعلى تورغة وعلى سبها وعلى قبائل الشرق؟ اخراج العرب من المشهد السياسي في شمال افريقيا هيدي خطة محكمة من الصهيوني الاول برنار ليفي والغرب من وراه بمساعدة العميلة قطر وتركيا. وقال لك ارض المسلمين، هيدي أرض المسلمين. الرسول عربي عليه الصلاة والسلام، خرج عربي والقرآن أنزلناه عربيا. عاملين حالكم إسلام أكتر منا أنتو يا مجرمين. الدروع وفجر ليبيا وقسورة وعصابات الإخوان المجرمين ومصراطة اللي معروفين شو هن، وجبل غربي وغيره، نحن مش بسبيل بث فتنة ما حدا يتهم ويقول لك انت مدسوس واسرائيلي وما تفعلك وما بعرف شو. لا تخلونا نرجع نكبر بالكلام، كله هيدا كبوه ورا ظهركم. نحن عم نحذر من فتنة. اذا بكون تتهموا حدا بالصهيوني، اكبر دين رب صهيوني بالايباك هو برنار ليفي اللي التقيتوا فيه بالمطارات وقيد الثوري فيكم. نحن اذا عم نحذركم في غزو فكري لتقسيم شمال افريقيا وتقسيم ليبيا، مش بس ليبيا، تونس، يتبع الجزائر، كل المنطقة. ويقول لك نحن بنزعات قوميات، يقول لك انتو عرب ونحن امازيغ، انتو اسلام اكتر منا. نحن العرب القرآن انزلناه عربيا، صرتوا اسلام اكتر منا برعاية كل هيدا المحفل الماسوني وقطر وتركيا. اذا نحن عم نحذركم يا قبائل العربية لتنتبهوا وما توقعوا وحدة ورا التاني وفرق تسد سياسة الصهيونية العالمية. لازم تحسوا عدمكم، وانتو يا أعيان القبائل لازم تعرفوا إذا واحد عم بوجه لكم كلام لا قصد فتنة ولا عايز مالكم ولا عايز سلاح ولني قريب من ليبيا ولا ذاهب على ليبيا بزماني ولا شاغل بليبيا ولا بعرفها. أنا عم بحكي من نخوة عربية فقط لغير. وبعض الدول العربية المتآمرة رح تدفع الثمن قريبا، والتقسيم رح يحصل، وإقصاء القبائل العربية وعبادتها عن بكرة أبيها رح يحصل إذا ما بتتحركوا، إذا ما بتحطوا يدكم بإيد بعض. نحن مع الحوار بليبيا، ولكن حوار بين مستضعف وظالم، بين قوي وضعيف، إذا ما بيصير، إذا مش حوار. إذا خسرتوا أرض المعركة أنتوا، إذا مش حوار، بياخدوكم بتلوكم طلع على طاولات الحوار، بيفرضوا الشروط عليكم. انتبهوا لحالكم، ليبيا دولة عربية، نعم،